في الفترة الأخيرة كان هو معلم من معالم المخيم والسيارات، بيجونا من غزة من الجنوب، يعني احنا معروفين في هذا المكان. قبل الحرب كانت هذه المحلات كلها مضيئة، عائلات بالعشرات يعني تزور هذا المكان، راحة البال كانت موجودة، وكان أصناف متنوعة وعديدة يعني دخلناها في مجالنا احنا. الآن أصبح المكان زي ما انت شايفين رماد، مش راح نغلي حتى يعني لو كانت تكلفة عالية، لأنه عندك سولر لتشغيله ولتشغيل المكان برضه، هذا بتطلب برضه سولر ومحروقات وإشي، فخاصة يعني المواد الخام برضه يعني قفزة يعني كبيرة جدا، غليت كل إشي غلي. صامدين ورغم إنه رغم الدمار الهائل اللي حل في مكاننا، إحنا إن شاء الله هينا موجودين حتى لو بأقل التكاليف وأقل الإمكانيات، إحنا موجودين. وراح تعود البسمة على هذا المكان وعلى أجواء غزة ككل إن شاء الله.